براحتك. صباح الخير والعافية على كل مشاهدي الرشيد والناس. حلقة جديدة بالقرب من ساحة الوثبة ويا ناسنا وأهلنا اللي يمرون بظرف صعب جدا. الله يكون بعونهم، الله يكون بعون كل العراقيين بكل محافظاتنا مو فقط في بغداد. اليوم الازدحامات على قولة أهلنا واللغة الدارجة بالشارع، اللغة العامة فول. يوم الازدحامات كلش هواية، وين ما تروح ازدحامات. شنو السبب؟ تعرفون شنو السبب؟ عالم شباب قاطعين طرق يتظاهرون من أجل المطالبة بحقوقهم، يردون عراق مثالي يعيشون به، حالة حال أي دولة مجاورة لنا، حالة حال الإمارات، حالة حال الكويت، حالة حال الدول الباقية المجاورة لنا. الإمارات شو وقت نوصل للإمارات؟ يمكن نحلم بهذا الشيء، ويمكن حتى بالأحلام هم ما يمر علينا هذا الشيء. الإمارات دولة مثالية بشوارعها، بصناعتها، بأبنيتها، بكل شيء، وموفرة شعبها كل شيء مثالي، معيشة شعبها بالصورة الحقيقية والصحيحة. ما ذال لشعبها، عكسنا احنا حكومتنا ذال للشعب. اي الشعب مذلول من تشوف رجال كبير بالعمر يمد ايده ويقدي، شو يسموها هاي؟ لو من تشوف شاب قاعد على الرصيف ومد ايده للرايح والجاي وعنده عائله، شو يسموها هاي؟ عجيب غريب امرك يا عراق، فقط بالمصالح يذكرون شعبهم، مصالح وقت الانتخابات يذكرون شعبهم. سمعنا بالانتخابات المبكرة وممكن راح تصير وممكن ما تصير، ففقط في هذا الوقت يذكرون شعبهم. رئيس الوزراء قبل أيام نزل إلى البعض من المتظاهرين وتحدث وياهم وقال لهم من الممكن أن أوفر لكم فرص عمل ووقع لهم. زين، ذول الشباب الباقين اللي نايمين بالشارع، الهندسة كهرباء، جامع كليات العلوم، المقدمين على الدفاع وعلى الداخلية، ذولي شنو ذنبهم؟ شنو ذنبهم ذولي؟ مسؤول ينزل يحكي وياهم، كل وزير المتظاهرين أمام وزارته نزلوا يحكي وياهم، شوفوهم شو يريدون، شنو اللي يعانوا، ما عندكم درجات وظيفية، صارحوهم، لا تظلوا تشذبون عليهم. وسنعمل وسنفعل، لو يطلع المتحدثين يطلعون باسماء الوزارات ويحجون من قلبهم وينطون قرارات هي اصلا غير صحيحه ولا موجوده على ارض الواقع، مجرد كلام يبنجون العالم به، يهدئون الشباب به المتظاهرين. بعد هذا الكذب والوعود وهذا الكلام الفضفاض الفارغ، بعد ما ياكل ما يمشي بدماغ المواطن العراقي، خلاص العالم كشفت الحقيقة وعرفت منو ليلها ومنو عليها، واللي حيبين هذا الشيء الانتخابات الجاية. وصلنا إلى مرحلة المواطن بعد خلاص ما يتحمل، تعال تفضل تعال، ما يتحمل كل هذه الضغوطات. صاركم 17 سنة لا بنيتوا شارع، لا بنيتوا، لا عمرتوا شارع، لا بنيتوا عمارة، لا سويتوا جسر براس حظ. أدري سويتوا، بس قولوا لي سويتوا. 17 سنة هدمتوا ما بنيتوا، كل شيء ما سويتوا، والنموذج اللي نشوفه بالشارع هذا اللي نشوفه. تعال شونك، شون صحتك، تعال يمي تعال، شونك شونك، شون صحتك، شون زين، وين رايح؟ جيب الله يهوك. هاي بعد حدا ما متريق؟ لا لا، يلا ان شاء الله طريق السلامة. محتاج شيء؟ حياك الله. شونك بابا؟ خلينا نبدأ يا ناسنا نسمع مشاكلهم واللي نقدر نقدمه لهم كسلطة رابعة، ننقل صوتهم إلى الجهات المعنية إن شاء الله ما نقصر. شلونك بابا حبيبي؟ شلونك عمي حبيبي؟ الله يخليك، رحم الله والديك. احنا شغلتنا بالتقاعد، ايه شغلة الاستقطاعات
ذاك الشهر 350، هذا الشهر قاطعين 100. شنو 350؟ يعني راتبي 150. ما شنو 150 قاطعيها، بس ما نعرف ما ليش ما يكتبون. خلي من يقطعون نريد منهم يكتبون ما ليش هذا الاستقطاع، يكتبون العنوان مال الاستقطاع 150 ما ليش اكتبوا قدامه يا باي استقطاع. يعني يقطع منك 150 مال شنو؟ ما اعرف. خاف ما اخذ سلفه؟ ما اخذ سلفه. واحد هاي يقطعون 200 و120. ايه بس هاي ال 150 ما نعرف ما ليش. انت مين انت؟ هاي الدائره مال وثبه؟ اي مال وثبه. مال وثبه. مال وثبه. هسه راح اتواصل لك وين مدير وتصعد له. الله يخليك. روح اصعد له افتهم من عنده. مصطفى اعطيني التليفون. تعال بابا تعال. تعال خليني اتواصل لك وين المدير. شو تصعد راسا تريد؟ لا عبالي. يلا بخدمتك. هذا استاذ حسام. اي تساؤل عندك هسه راح تصعد وتعرف شنو هاي ال 150؟ ليش دي يقطعون من عندك 150 الف؟ ما شنو هاي؟ احنا ناشدهم خلي يقطعون مال الاستقطاعات يكتبون قدامها مال شنو؟ بس هاي نريد منهم حتى واحد يعرف نفسه وين صاير. استاذ حسام صباح الخير. صباح الخير. الله يسلمك استاذ حسام. يمي احد المواطنين دا يتحدث عن استقطاع ما يقارب 150 الف، ما عدا استقطاع السلفة اللي ماخذها. يريد يستفسر يعرف شنو هذا الاستقطاع ال 150 الف من راتبه. حبيبي استاذ ياسر حياتي. نعم. بالنسبة الى دارة التقاعد، هيئة التقاعد الوطنية. نعم. حسب قانون التقاعد. نعم. نعم. 2014. نعم. هيئة التقاعد الوطنية تستقطع فقط الديون الحكومية اللي تمنحها المصارف الحكومية. زين. اي ديون خاصة للدوائر الحكومية والمصارف بما لا يزيد عن 50% من الراتب التقاعد، يعني اذا كان راتبه 500 الف والدين مالته 600 بالشهر من 50 الف بالشهر قانونا. تمام. خارج هاي النظرية موضوع من اطار هيئة التقاعد الوطني. بعض الاخوان في المتقاعدين تمام. نعم. تمام تمام. زين. عندك رقم التقاعدي مالتك؟ لا والله ما جاي. زين لعشون هسه شلون راح يعرفون؟ ها جيبه الى باكر. زين استاذ حسام راح باكر المواطن يجيب الهويه مال التقاعد ورقم التقاعد؟ لا عندك اي مواطن عندك حامل هويه التقاعد نفس المشكله، رد لي رقم التقاعد هسه ما نسيت. تمام تمام. باكر يجيب هويه التقاعد مالته والرقم مال التقاعد وان شاء الله ادزه لك. وانا جدا ممتن لك استاذ حسام. حياك الله. حياك الله. هلا بك. عمو جيب الهويه مال التقاعد مالتك خلينا نعرف نيتك. شلون هم راتبي قاطعينه ما اخذ سلفه هالشهر ما نزل لي ولا فلس. راجعتهم قال روح راجع المصارف اللي اخذتهم من عندها. يا بكتهم غير احنا منتم هاي دائره نلعب جن الاستقطاع ولا فلس نزل لنا. هاي هويه التقاعد اي شايلها. ايش قد رقمها؟ هاي 2 2 2 2 2 8 6 2 4 9 0 0 1 هسه تسجيلها بقى يمي. هسه استاذ حسام راح يخابرني يقول لي شنو السبب وشنو دا يستقطعون منك. خليك هنا لحد ما نفتهم. السلام عليكم. عليكم السلام. هسه جيك صار عندي موضوع بخصوص رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. هو مو يطالب بالعداله؟ اكل لواء بالفضيليه، لواء فلان معروف. هسه بس يا شخص اطلع وجهي اروح على القسمه بالمركز الخنسام سجل عليه دعوه. احنا قاتلنا بالحشد الشعبي، تسجل علينا 4 ارهاب. تسجل علينا 4 ارهاب واحنا معروفين بالفضيليه. معروفين. وينك ارهاب من 2000؟ من السقوط. من السقوط ولحد هاي الساعة. هم يوم من الأيام سمعت ارهاب بالفضيلية؟
ماكو ناس عشائر واحد يعرف واحد، مصطفى الكاظم واحد يعرف واحد، وزير الداخلية السيد الياسري احنا هذا وباء الله ذبه ترى انتقام على المعدل، الله ذب هذا الوباء انتقام على المعدل، يعني حكومة تطلع بصفة جهاز مكافحة الإرهاب سكر بغداد من مطار المثنى تقتل لها 3 ولاد شباب، والله هذا متنفذ بالحكومة. أنا مناشدتي لوزير الداخلية هذا اللي هسه جديد من أهل السماوة الغانمي، لا هو عدل ويعرف العدالة، يودي علي شخصيا ويجي يودي لمجموعة لا دعوة تقيم، هاي احنا المجاهدين لا دعوة تقيم، تروح للمركز يذبونك بالمركز، تتنازل من الدعوة 50 مليون تطا و70 مليون. المتى تطيها؟ لواء معروف مدير عام وانت تعرفه كل الزين. شسمه؟ تعرفه. ما تقول لي شسمه ما اعرفه. اللواء كاظم بوهان كلها تعرفه. زين. كاظم سلمان بوهان. زين. سجلنا كنا بالدعاوي. مدير الدفاع المدني؟ مدير الدفاع المدني. عمه حق هذا الكاظم مغطي الحكومة بفلوسه. وهسه طب له الفضيلية احنا ناس معروفين ابا يعني انولدنا ابهاتنا انولدت بالفضيلية. يعني مسجل 4 ارهاب. وين السيد الياسري رحنا 3 جنايز نزلناهن بباب وزارة الداخلية. بباب وزارة الداخلية نزلناهن، اجا شو اسمه اللواء بالامين سعد معن قال روحوا خذوه هنا جايكم. للعصر لا دعوة سوينا، لا كل شيء سوينا بنفوذ الدولة، يطلع سكر بغداد طاوق العوائل هيج، 3 شباب عمر الورد يتكتلون. كتلوهم طلع وين الحكومة؟ قيصر ابنه واحد من عندهم طلع وين الحكومة وصفاه علني علني قدام. هسه روح اسأل خلي يجي بأي حق. والله هاي طلبع انت كاتل ابوه شلال ماشي فوق كتلة ابوه واخوه كتل 5 من عندهم. هذا العدالة مال الدولة المدراء العامة خاف ما يوصل وانا ذمة برقبتك مباشر كل شيء. هذا المقطع مباشر اريدك توصل الرئيس الوزراء الا هو عدل مصطفى الكاظم وكاظين بيه امل بصيص كاظين امل بيه بس خلينا نشوف العداله مال وزير الداخليه مو هل يوميه قاعد يجيب الاعلان بس ايش هذا يعني انا الحاكي لان منتمي البدر الا انا حاكي منتمي البدر يعني شنو منتمي البدر منتمي البدر ما حد يحاكي فين لا عنده حزب ما حد يحاكي احنا هم شي انا هم انت داوم باللواء العاشر ببدر قعدنا من ورا الدعاوى مال ولد اللواء هسه قاعدين امتالين العوده وثلاث جثث الله وكيلك قدام الملك كلها ما حد احترب بينا ولا السيد الياسر ذاك هو وياه ابن دورته احنا نعرفه كل زين ابن دورته بالنسبه لمصطفى الكاظمي سايمين عليك الكاظمي انت مو بالمنطقته منطقتك تجي اتمنى التقي بوزير الداخليه لو رئيس الوزراء اتمنى امنيه التقي به اتمنى اطلع اللي بقلبه علي اللي بقلبه علي احكي قول ما الحكي الله وكيلك هسه مو جاي نسولف كفيلك القران المجيد نسولف باكر عقبه لا سمعت مسوي شيء عاتبني يعني هسه تقابل لو وزير الداخليه وزير الداخليه رئيس الوزراء او يجي هسه ليش انت مش وياي المركز الخنساء الا لقيت دعوه باسم عمامي لا لقيت دعوه عاتبني صح لا لقيت دعوه باسم يعني شوف تدري ايش يقولها يقول له يخابر ولد يقول له بناته خل تسحب الدعوه لا اسجنهن هسه طلع قوه عليكم فوق ولدكم اسجنكم والله العظيم ما حق هذا اذا دعتك قدرتك على ضد الناس فلا تنسى قدره الله علي ما هذا لا حتى الله ناسي عم احنا هسه الله بعد عينه على عينه وعلى راسه كل هاي السنين جاهدنا كل هاي السنين شاركنا ماكو شيء الحماية العراق ما شاركنا به بس عم صدام حسين قبل صدام حسين عاركناه والله غلطانين صدام حسين عدي بن صدام حسين عدي بن صدام حسين تجاوز له على طالب بالكلية على ضابط العفو اجا صدام حسين هانا قدام الملك كله عدي بن صدام حسين عدي وهسه لا هسه يجوز مشغل الفلوس زلمه بيطشر فلوس مين عده
مدير عام صار له 8 سنين، شلون ما عنده؟ حملها كل موظف 10,000. هاي اللي عنده فلوس وعنده قوه ايش يسوي بالعالم؟ مشاريع وهميه. رحم الله. شلون شلون؟ شلون؟ والله اسمه كاظم بوهان العقيل، يعني من مدينه الصدر، وقفته يم ساحه النسور، قلت له بس نزل الجامع، نزل ابو الحمايه خنقني منه ودفعني، خلي يسمعنا ابو قيصر بيت ام الفضيليه يم بيت رحيم محل العقيلي، صح لو لا؟ ولا عباس معباس ابن عمك يصير، اسمعنا انا ما اخاف، هاي الله خالقها خل ياخذها، وهو تابع المجلس الاعلى وعطلابته ويا عتاب. انا ادرب قضيتكم بالفضيليه، ورحت لعبالي يوقف لي يوصلني رئيس الوزراء، الولد يقول لي ما توصله لا ما تطي المولات، كفيلك العباس، انا عندي 3 اخوه، 1 شهيد واثنين موت الله وامه وابويه، قابلت وزير الداخليه رجعني وخابري تخلي يسمعني سكرتير رئيس الوزراء، لا يريد خلي يعتقني، انا انام بالشارع بساحه التحرير، واشكر ياسر عامر هذا القبالي والامام علي، يقول الامام علي عليه السلام اللي يسكت عن الحق شيطان اخرس، قبل فتره هذا الشريف كل العراقيين يسمعون خابرته، قلت له جوعان ما عندي والعباد جاب لي 25، ما انسى فضله، واناشد مصطفى الكاظم اقول له بستر مرتك اذا تحب علي بن ابي طالب ان تدز علي تقابلني، والحسين فكرت بالانتحار تعبت ما عد احد، لا ام لا ابو لا اخوان، والحسين سكري 280 صعد لعيوني، والله هسه ياسر خابرني ابن عائله شريفه، والله خابرني قلت لصاحبي بالخيمه، قلت له بستر امك اعطينا 1000 خلنا نروح ياسر ما عنده كروه، والله سبحت مبللاتي هدومه وجيته، انت بعدك هناك تسبح وتاكل وحرقه والخيم ما اكل، والله ما عندي اكل، والله الناس تصدق علي، والله خلف الله عليك ذاك اليوم اعطيتني والله ما عندي بخدمتك بخدمتك، والحسين انت شريف، اطلب من الله ومن شريفه بنت الحسن أن يسمعني، لو محمد الحلبوسي لو مصطفى الكاظمي كان صدام حسين قبل ما يقول ولا عندك شهيد ولا عندك شهيد، والله الباحث اتصلت بفائق العقابي وهذا عندي رقمه ابو قنادي العراقيه بدون ذكر اسماء بدون ذكر اسماء، لا مو قلت له قلت له لله، يقول لي الله عفو على صفحه، والله والله والله، والمشتكي لله، والله انت اخوي واطلب من الامام المهدي يستر على عائلتك، والله هسرت اقول له قلت له ارد اقول له ياسر ما عندي مصرف الطيني، والله ما عندي، واناشد رئيس الوزراء اقول له بستر مرتك عليك امير المؤمنين دز علي اسمي نايب عريف ابراهيم غني بالرد السريع متعين ب 2006 لحد 2017 يشهد علي موسى بجحفر انا بريء، انفقد منه مسدس بالموصل وشد وياي عميد رعد محمود هبول الزبيدي من اهل الحريه، والله هددني هو تابع الحزب الدعوه، والله هددني هددني وقال له سب حتى اهلك الميتين، وانا مسوي شبكات 2 المشتكى لله وعد سكر وثلاث حصوات بالكلى، والله ما عند احد وسكري 280، والله لا ام لا ابو لا اخوه، عندي بس رحمه الله، واقول له بعد انت شريف دز علي، وخابرت محمد عميد البياتي سكرتير رئيس الوزراء يشهد الله، وخابرت عالي الصيف الحق ما ينزعل منه، والله يقول له شو اسوي لك سد ابوكي، وعقيد احسان سكرتير رئيس الوزراء هذا عندي تليفونه والله خليه يسمعني، قلت له بستر مرتك اكل ما عندي اكل بس وصلني المصطفى الكاظمي، والله سوا علي مشغول عقيد احسان، واشكر بس لواز جاسم الزبيدي للفرقه الخاصه، والحسين شريف بس هذا شريف انا شفته وهواي وقف لي على الربيع خليه يسمعنا، ابو تيار الصدري بالمنطقتي بمدينه الصدر ابو سائرون، قلت له الله الله، يقول لي عوف الله سد الموبايل هو وامجد هاشم العقابي، والله 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 خليه يدزون علي تعبت نفسيتي، والله والله ما خليت معارك ما شاركت بيها، والله والله واناشدك يا مستفى ما يرضون يرجعوك لو شنو؟ لا يقولون ان قضيتكم يم طيف، رحت للماليه يشهد علي بن ابي طالب، قابلت ست علي خلف الله على عميد خليل من اهل الجرمه مسؤول الحمايات بالماليه شريف، وصلني طبيت على علي قلت لها الله يوفقك تقول لي عوف الله، قلت لها والله ما عندي احد، تقول انا امي ميته وابويا شو اسوي لك، قلت لها بس طببيني على طيف، نفس العميد قال والله لا تطب على طيف ابني تعطيك استثناء، طيف تخاف الله وتساعد الفقير بس ما حد يوصلك لها، والله خد تسمعني طيف اقلها لله يا طيف، وخابرت النائبه اسمها ماجده التميمي ام سائرون، والله العظيم ولا نفهت لي ماجده التميمي وحق هذا اسد بغداد ما نفهت لي، ليش؟ المنش كهمنا الله واهل البيت، يا مصطفى الكاظم احلفك بستر مرتك احلفك بالامام الحسيني لا تحب الله واهل البيت،
بعافيتك ان تدز علي اسمي نايب عريف ابراهيم غني اديب حسون الكناني بالرد السريع جيت يشهد الله اني بريء يشهد الله اني بريء يا مصطفى الكاظمي عليك امير المؤمنين تدز علي تدز علي حتى تناشد مصطفى العفو ياسر عامر الشريف خلي تدز علي تدز علي تليفوني عنده والله ما عندي احد والله ما عندي احد ونايم بخيمه بالامام الحسين حتى كهرباء ما عدي بيها بالامام الحسين ما بيها كهرباء وحتى محترق حرق انا جسمي والله والله ما اناشدك باسم امير المؤمنين يا مصطفى الكاظمي انت بياحي والناس تحمد بيك من بيت بلاسم احلفك بستر مرتك تدز علي ما عندي احد والله والله ما عدي وخابرت حتى رئيس لجنة الامن والدفاع الباس اي سيد مقتدى الصدر اسمه محمد رضا الحيدري والحسين هذا تليفونه عندي وقابلته ودز علي تخويل بمجلس النواب قابلته مره والله قام ما يشيل تليفون علي شنو السبب الفقير ليش ما حد يحترمه ليش بس اريد نعرف كيف ما عندنا والله ما عندي والله ما عندي يا مصطفى الكاظمي اناشدك باسم امير المؤمنين تدز علي اناشدك باسم علي بن الحسين صارت الما عنده حزب والما عنده ظهر هيك يظل بالشارع مصطفى مع الاسف طبعا هسه بس اروح انا بس اروح انا هسه مو راح اروح من يمك القسم بالدعوه محطوط احمد كاظم جوده القاه محطوط بالدعوه هسه جوز تخاله اللي هم قاعدين يتابعون تلفزيون هسه قبل قال له الو خلي هذا الشخص بالدعوه هسه لا اروح منك هسه هذا الولد خير دليل يقول لي امشي لا يزرقوا لك المكافاه على قدره ذاك اللواء يقول لي يقول لي امشي لا تنزرق بمكافاه برد السريع شوف يعني ليش هاي ليش يعني اللي يطلع يحكي يشيلوه اي هسه لا مو لا شتك اريد اوصل وزير الداخليه رئيس الوزراء عمو 12 المعصومين ما وصلهم من يجي من تطبق السماء عن الارض ليش فقره ما يودون علينا فقره واكثرهم للحق كارهون يعني هذا طريق حق وذاك طريق باطل اودي على ابو الحق وقفوا بعين الباطل انت شنو مناشدتك مناشدتي كملت المصطفى ورحت الله يكون بعونك ان شاء الله يوصل صوتك خاف اروح والكس منه وبدعوه شلون ان شاء الله ما يقول يا الله طبعا الله تواصل وياي راح اعطيك رقمي وانا راح اتابع موضوعك راح اتواصل ويا الجهات المعنيه نشوف شنو هذا الموضوع ان شاء الله خير اعطينا رقمك السلام عليكم هلا يا ابو شلونك يا استاذ مصطفى الله يسلمك صحتك طبعا هسه اجينا طبعا صار لنا 3 ساعات بالطريق نعم طريق المطار مسدود منا العلاوي مسدود الى متى تبقى هالمهزله احنا 4 ايام نطلع على كلها كلها مسدده كلها مسدده والله شنو والله ما ادري مظاهرات ما ادري شنو مظاهرات وفروا للعالم حتى ما تظهر يابا مو اشكال حتى العالم ما تظهر وتسد الطرق وفروا لها عمي وفروا لها حقوقها حتى ما تظهر شعب قام يجدي يابا شعب قام يجدي بالشارع الله اكبر عليكم العالم كتلها الجوع 3 ايام مقعديهم حظر واربع ايام مسدود الطرق عليهم ادري ايش ياكلون من حصتكم ايش ياكلون يا حصه اللي توزعوها اللي تطون بيها بزيت ياكل بزيت شو يسوي الفقير شو يسوي استاذ مصطفى الغذائيه صار لنا عمو ياسر العفو استاذ ياسر صار لنا 6 شهور غذائيه ماكو منطقه الحريه والكاظمين وكذب هاي اعلام ما راح نعطيكم من حط طوارئ ورعايه اجتماعيه وهاي طبعا شوف اكو شغله الكهرباء ماكو خدمات هاي مال منحن طوكو لا ماكو منحن بس الحبايب اسمع هي المنحه كلها 6 مليارات دولار يقسموها على 900 الف مستفيد تطلع 650 الف دينار عراقي كل شخص هم يعطون 175 لكل عائله والباقي الباقي بالجيب وهاي اليوم متى يضل هاي بعد يقول لك الشعب ساكت منكفخ بيه مال من الجيب ها الجيب مال ملي انملي والاحزاب الاحزاب 17 سنه ما بدهم يجيبوا يا اخي يعني مأساة والله العظيم مأساة تباوع البارحه يطلعون بالتلفزيون يقول لبنان ولبنان وندزلها فلوس وندزلها حصه تمني باوع الشعبك ود الخايبه ياكلون من الزباله من الناس قامت تقدي طلعت عنا الطريق وين هم زين البرلمانيين اللي انتخبناهم وطينا اصواتنا ليش يقول لك والله ما نقعد يا ابو مو هاي اكو قوانين كلش مهمه ميزانيه 2020 كلها حطوها بجيوبهم الشعب نايم زين الايرادات مال يقول لك النفط نزل خوش عمي انا وين النفط عندك المنافذ عندك الاتصالات عندك امانه بغداد عندك المرور عندك الغرامات عندك التسجيل عندك العقارات يا اخي
يا اخي احنا طبعا نشكرك ونشكر قناتك الكريمه، وهاي قناه الرشيد هي دائما توصل صوت المواطن المظلوم. السلام عليكم ورحمه الله. هلا ماما، شلوني؟ الله يسلمك. شلون صحتك؟ عندي شيء يدير بال 2006 يعني تتوقع هسه قاع ما مطيني ليش؟ الله يرحمهم. يعني ابني ورجلي صار 11 سنه ما ناطيك القاع. يا 11 15 سنه صار لهم من 2006 والله العظيم. 2006 يا تعويضات انا اخذت ال 1000 مليون وربع وزين ونص. كاين مليون وربع ترجعه؟ ما يخالف، بس هم لما هيك يسووا بس تصورون عافيه. بس هو لما بال 2012 قدمت وطوني قصاصه، قالوا لي تاخذين للابو وراه تاخذي للابن. ومن يوم 2000 اروح المؤسسه الشهداء اليمنى ماكو 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 دار. قالوا جيبوا فايلات تعطيكم فلوس 50 مليون هم ماكو. هسه لا فلوس لا قاع. اي والله. المن فتح على عند مؤسسه الشهداء؟ ما ادري والله. اذا كل شيء ما عندهم صار 16 سنه والله، وانا نص قطعه مال ورثه وصاير علي هسه بالايجار قاعدين والله. ما مطيني لا قاع ولا زين. وهذا مسين وسال يوم الراتب هم قاصينه ما ادري ليش، هم قاعد اراجع عليه ما اعرف والله. صار هسه يقدمونا بس فشي، وهذا هسه رجعنا الكاظم يقولوا هاي العالم خطيه الشهداء. يعني ابني ورجلي جابهم فد يوم لي والله. بالله هاي دموع الام العراقيه تسواكم وتسوى مناصبكم وتسوى اللي جابكم واللي قعدكم على الكراسي وتسوى كل اموالكم. هاي ام عراقيه بهذا العمر تبكي وتتوسل على قطعه قاع. عمي ما عنده قاع، ما عنده دار، ما عنده وطن، ما عنده سكن، ما عنده وطن. يعني هاي العالم كلها ما عندها وطن لان ما عندها سكن. تظل العالم تنام بالشارع وتنام بكرفان وتنام بخيمه. ليش؟ ليش؟ السلام عليكم استاذ ياسر. الله يكون بعونك ماما. بعد انا هسه هسه انا اريد منك شنو؟ تعال توصل صوتك. لا راح تاخذين رقمي. اي طيب. وينه؟ مصطفى تعال يوم تعال تعال. روحي يا مصطفى اخذي رقمي. مناشده مال منحى. اي عم صار يا عم يا. بسم الله الرحمن الرحيم. مناشده لدوله رئيس الوزراء على مود المنحى تثبيتنا كرواتب. احنا ما عندنا. نطلب منه ونطلب من وزير العمل والشؤون الاجتماعيه تثبيتنا على هاي المنحه كراتب. المنحه هاي اللي يعطوها؟ اي ال 30,000. استلمتها لو بعد؟ استلمناها بس نطلب من دولة رئيس الوزراء تثبيتها كراتب. احنا ما عندنا 30,000 كل شهر. هو شوف شلون يرتبوها. الله يسمع منك. ياسر السلام عليكم. صار 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 هلا بيك. شلونك عيني؟ الله يسلمك. يابا احنا طلعنا تقاعد. طلعنا تقاعد الله وكيلك. راتبنا قالوا لنا 500، هسه يعطونا 370,000 اكراميه. لا حصلنا من الدائره ولا حصل 40 سنه خدمه على 370,000 تقاعد. تقاعد هسه طلعونا بايد. زين مو قالوا الحد الادنى 500,000؟ 500 يقولون عندك خدمه عسكريه لازم نقطع من عندها، يعني خدمه عسكريه غير يشجعونا لو يعاقبونا عليها. يقصون من الخدمه العسكريه وكراميات. لا من الدائره حصلنا ولا حصلنا من التقاعد ولا من الدوله. والله وكيلك وقطعه ما عندنا، انا نازل بتجاوز الله وكيلك بتنكات وحق هذا رب العالمين. وهاي صار 40 سنة حتى قطعة ماكو. اي والله العظيم. زين احنا بشرفك احنا عراقيين شبر ما نملك بالدولة، يعني وين نروح وين نمشي؟ والله ما اعرف. انا الناشد بجهودكم انتم وناشد المسؤولين يدور مالهم على هاي التقاعد طلعوا جدد وعم ما عنده قطعة طوها. هاي قطعة منا لما توصل صلاح الدين كلها فارغة. كل واحد يعطيه 100 متر وخليها العالم. والله ما اعرف يا اخي. كلها الله وكيلك. كل واحد 100 متر هو يبنيها، بس الطوه هو يبنيها عمي، يطير من البلوكات هو يبنيها. بس ولا يظل تجاوز ولا يظل كهرباء ما عنده، حتى بالكهرباء ما يطالق لك تجاوز. مشكله السكن. اشكرك اشكرك اشكرك. اي عم قول حبيبي. انا عندي عمليه للخارج 6 مرات طبيت لجنه وزاره الصحه ما سافروا. وانا اريد حال من مصطفى كاظمي. هو شريف يقول انا صدق شريف سفرني عمليتي بدفتره يعني. شنو عمليتك؟ شنو عمليتك؟ عمليتي للظهر. والله العظيم ما عندي، ما خلي الطبيب يكتب لي الخارج حتى تسكينات مال الدواء ما يفيدني. واريد من الله ومن عنده تسوي لي حل توصلني. مصطفى كاظم
اقسم عليكم فاطمه الزهراء هاي شغله. شغله ثانيه هاي مواكب. مواكب ليش ما يقولون نصبوها؟ وهي سده وكهرباء بس اريد احكيها. هي سده كورونا مواكب غير كورونا كذب عمي. هاي لعبه سياسيه ما كان هذا لعبه سياسيه وحقوسها بالجابر. لا 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 هسه انت هنا طلعت شنو تمشي على السكه هسه انت طلعت شنو لعبه سياسيه صار شنو لعبه سياسيه ابويا هاي كورونا والعالم جاي تموت شلون بابا شنو بابا تقول انا بس بالسياسي مسجون ما حد اعطاني دينار واحد وهذا حذاءك وقدام العالم تضربني اذا مستلم ما عندك كتاب ما عندي كل شيء ما عندي اعطيتهم الكتاب عندي الكتاب بالبيت ارجعه قال باكر بعد شهر ما يظلم احد والله روح وين هو وين شنو بابا شنو مشكلتك روح له بس الحكي روح له شنو مشكلتك احكي لي انا انام بالعربانه وسياسي وشرد مسجون بالعربانه اي بالعربانه اني عشان عرضي اذا ما اقول لك انا بلا تعرفني انا من البصره بس لا تفشل رحم الوالدين زين ما عنده حتى ربع دينار اجي هنا انا اشتري بالعربانه وانام وحطها بالعربانه يعني هاي العربانه هاي اي هاي العربانه هاي تنام فيها اي بالقران وحق الله الله اكبر هسه انت ليش اجيب لك جماعه هم يسيلون يعني مو انا احكي مو انا احكي تضربني بالنعال حشاك عشاك لا حتى انا عن كلامي السلام عليكم انا اخوك اداوم بوزاره الدفاع فرقه 17 صوره استاذ ياسر صوره علي صوره خلي يشوفون رجال ايش كبره هنا بالعربانه والله بالعربانه يدرون اهل هنا جماعته هنا استاذ ياسر وحالته تعبانه كلش شلون حالته تعبانه كلش ينام بالعربانه يبيع يمكن ب 2000 لو 1000 دينار جسمي رايح حالته تعبانه كلش حالته تعبانه وكلها تستعطف عليه عالم تستعطف عليه وين اهلك اهلك جماعة وين اجيب لك جماعه موثقه اجيب لك انا ما اقول لك اجيب لك قدام ما احتراماتي اخوي اقول هذا كذاب وهذا كذاب وذاك هذا مريض استاذ ياسر نشكر جان مريض وتعبانه حالته كلش يعني العالم تستعطف عليه زين استاذ ياسر تعال صور مريض كلش مريض هاي شنو هاي مسجون و انت تعال لا تكلم انت تعال قرب علي هلا صدرك هاي بيا بلد بيا بلد هذا بيا عالم هذا ولكم هاي وضعيه كان استحيتوا يا بلد هاي يا بلد هيك حاسين والنشال ولكم رجال بهالعمر هذا ينام بالشارع ينام بالعربانه يضربوني كل العالم بالقندره لا حشاك حسب الله ونعم الوكيل بس اريدك توصله بشاربك انا ابسط شيء شوف رجله باع رجله هاي شنو رجله ابسط شيء استاذ ياسر تعبانه حالته كلش قعداني ليش هاي شنو رجله هاي هاي شنو يلا هاي 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 شيء مو شيء هاي ها انام بالشارع كفيلك الله كفيلك محمد انا نايم 100 مره هنا وجماعه الحليب كلهم يعرفون من هنا شارع الرشيد يضربوني بالقندره لا حشار عمي حشار انا ما اخاف لا اخاف ولا من بسم الله الرحمن الرحيم بس اعطوني مجال صار قول السلام عليكم انا بشاربك ترى الكاميرا بشاربك عديت ثلاث جهات وقاعد ايجار وحق القران مناشدت يملوا تحسين لا قول يا الله قول يا الله قول يا الله عمي قول يا الله صار استاذ ياسر مناشدتي يم وزير الدفاع ويم مصطفى الكاظم بس دول الشرفاء وانا عدي ثلاث جهال وقاعد ايجار، انا منتسب وزارة الدفاع، انفصلت بهذا الشهر 13 بين راح، ما صار شهر بعدني، على شنو؟ مشاجرة انا وشخص بإجازتي، سواها علي محاولة سرقة سبير، مال سايبة سبير، محاولة سرقة عالم مخدرات وكل شيء تبوق والله، ما حد له علاقة بهم، دفع علي اللي يشتكي علي، دفع علي فلوس وحق القران،
وقابله وقابل حتى ضابط هذا منه منه هذا بمركز الدورة واحد اشتكى عليه شاجرنا أنيا بالباب شاجرنا بالباب أنيا طلبوا المكافحة عليه 500,000 ضابط مكافحة وكسرني سواها عليه محاولة سرقة سبير وانحكمت 4 أشهر شبعت طنكة الفلشوني خلوني اعترف قوة اقول انا اريد اخذ السبير ما سابه تالي ما تالي اخلص 4 أشهر بالسجن وارجع الدوام يجيني كتاب طرد اصعد محكمة الحلة هذا سبير ما سابه محاولة سرقة سبير ارد اشوف منو قال لي والله حتى القاضي قال لي بابا قوم وقع على كتابي القاضي ابو الحلة عميد حقوقي بالحلة هذا السبير ما سايبه ايش يسوى به؟ لعد الباق نفطات العراق والله وخيرات والله العراق هذا ايش راح يصير به؟ والله بالقران عالم مخدرات عالم لواطه جنود ما حد له علاقه بيهم ينحكم له شهر وينقل محاوله السرقه سووها عليه ودفعوا فلوس وحق القران واقابلهم ما اقبل حتى ضابط الدعوه قابله زين تالي ما تالي اصعد بمحكمه الحله يعطيني كتاب طرد ليش؟ عدة لجهة وحق السبير محاولة سرقة سبير حتى ما باقي حتى هذا الله لو ماخذ السايبة كان صار بس أريد أناشد إذا هو شريف وزير الدفاع ومصطفى الكاظم ولواء تحسين وقائد فرقتنا علي الماجدي والله العظيم ذول أشراف يوصلون صوت والله سمعوني بس أكو عالم وضباط باطلة أول واحد هذا العميد أبو الحلة أبو محكمة العسكرية أنت قل لي ما جايتك دعاوى مخدرات ما جايتك دعاوى والله ضابط وجندي لواطه لزموهم ونقلوهم كل واحد شهر سجن محاوله سرقه سبير تفصلنا عده لجهات ليش ايش بايق انا شمس هسه يا ريت بايق لا هذا الباك يا ريت بايق الباك خيرات ما ادري قلهم منهم انا ايش ما زين انت افتر عن كامل افتر ما اعرف شفتر شكلهم والله العظيم بالقران مليت الكاميرا بس اناشد رئيس الوزراء ووزير الدفاع بس دول اشراف يسمعون صوتي اذا انا مسويها لو بايق لو علي فتشي على قدام هاي العالم كل ستعاقب قابل بياني محاولة سرقة سبير بشهر هذا 13 بيت تفصلني ليش الله يقبل عدة لجهال بس عسى بحظك وبختك يا القاضي بمحكمة العسكرية ما الحلة كل شو ما اقول عميد هو عميد حقوقي عسى بحظك وبختك السلام عليكم انا الجريح مشتاق حمزة وزيد من السماوة صوبت 2006 جثة مفخخة على الدفاع لو على الداخلية شرطة اتحادية صوبت 2006 بالميكانيك بالدورة وطلع التقاعد 2015 منحت رتبة ملازم لحد الآن صار 5 سنوات بين السماوة والداخلية مات وزارة الداخلية التقاعد مال الداخلية على كلمة حرف غلط هم الطابعين هم الغلطانين بها هم حرف واحد هم الغلطانين بها وراتبي انا من دون جماعتي كل القانون 1,200,000 يعني انت على دائره الجرحى وضحايا الداخليه على رحم الله والديك على اوقف شو اسمه العميد مو عميد غالب جامل سعد المدير هسه بس خليني اتذكر اسمه ايه هسه نشوف لك هسه خاب لك ياي تفضل اي انا ممنوع الرتبه من 2005 اول واحد بالسماوة استحقت الرتبه ظليت اخر واحد من 2015 وها عين الصناعيه وهاي مضرب باوع منها قضيه شوف ما شاف بيها يا معي الصلاح ها وراتبي 1,063,000 وجماعتي كلها 1,200,000 ونسبه نسبه العجز 100% تريده شنو مكافحتنا الخدمه ما مطيناها وهسه جيت للوصفه هنا انا اقول له طلع الغبارة ما تقول له اعطني الهويه مالتك اقول له الهويه انا ما اشوفها سياده العقيد صباح الخير اخي صلاح الله يسلمك سياده العقيد انت وياي على الهواء مباشر برنامج الرشيد والناس بالقرب من يمي احد ضحايا العمليات الارهابيه اللي صارت على منتسبي وزاره الداخليه على الشرطه الاتحاديه دي طالب بمكافاه نهايه الخدمه الحد الان كل شيء ما وصل له وفاقد هو عينه والعين اللخ ايضا يعني شبه ما يباوع بيها وراتبه بنقص والراتب مات اللي دا يستلمه مو كامل يستلم بنقص شلون تقدرون تساعدوه احنا استاذ احنا بالعكس مديريه شؤون الشهداء والجرحى دائما هي متابعه مستمره مع اخواننا الجرحى واخواننا الجرحى يستاهلون كل خير نعم يستاهلون كل خير وبالعكس احنا مديريه شؤون الشهداء والجرحى وزاره الداخليه بخدمه ذوي الشهداء والجرحى يقدر يتفضل يمنا هنا
واحنا قمنا بالواجب صفتنا احنا يعني مديريتنا متابعه لكل حقوقهم سواء نهايه الخدمه او الرواتب المتراكمه او الامر الديواني 107 اطفاء السلف، هاي كلها معمول بها ومخاطبين الدوائر المعنيه بها لاجل كسب حقوقهم جميعا. الاخ هنا نعم. اكيد هو الاكيد يعرفنا وواصل لمديريتنا، واضافه الى ذلك احنا عندنا متابعات بهذا الموضوع يدلل يجي تروحون هسه سياده العقيد ادزه هسه يجيكم هسه وين صاير مكان المديريه بالتحديد؟ مديريه شؤون الشهداء والجرحى ضمن الطوق الوزاري ضمن الطوق الامني لوزاره الداخليه قريب على وزاره النفط بالقرب من وزاره النفط. تمام، راح ادز لك اسمه حتى خاف يحتاج الى نداء للدخول وانا اتواصل وياك. مفتاح ما تساوي احمد يلقى نداء ويدخل تحياتي لك، جدا ممتن لك، اشكرك، راح ادز اسمه هسه. شكرا سياده العقيد، حياك الله، هلا بك هلا بك. بس اسمحوا لي، اسمح لي، شنو اسمه؟ مشتاق حمزه وزير. مشتاق حمزه ويا احمد رابطه. حمزه وزير. شنو؟ وزير وزير ويا احمد رابطه. ويا احمد راضي مرافق وياي. احمد راضي ساج. شنو؟ راضي ساج. احمد راضي ساج. تمام الله يحفظك. هسه تروحون؟ ايه تاكسي. يلا روح هسه ركب تاكسي من هنا. يلا وقف تاكسي لوين لوين لوين؟ صف وزاره النفط راح تسال هناك يدلوك وتواصل وياي، اخذ رقمي من مصطفى. يا وزاره وزاره النفط حجي هسه هسه ها انت ما تسمع والاخ ما يشوف. مو مشكله. هاي شلون راح تدبروها؟ ماذا هو انا تعال مصطفى تعال انا أقوده. انا اقوده هو لا. يسمعني ها إيه؟ بصف وزاره النفط دليهم مال شؤون الجرحى إن شاء الله. دليهم خلي يكون تاكسي من هنا. صار صار انت ما التفاؤل اي يما قولي صار ما انا صار. 45 يوم عن إيه؟ والدي تقعد قاعد امشي بيستوني والله تعبانين حتى والله ضالين بالضين هسه من بعد ابوي خلصت له 45 يوم قالوا لي ورا العيد تعالي اجيتهم هسه قالوا لي لا ما جاي تعال روح خابرة على علي سلامة. أنا وأنا أعرف علي سلامة خابرة إنه محكوس التاريخ. أيه يقول لك هو هذا له سهل المصرف الرافدين كنت فيه هسه رجعت إحنا على الوثبة هسه أيه؟ الوثبة وين ودتني؟ ودتني على قسم التقاعد العام. أي تروحين للتقاعد العام قسم الحسابات. أي تروحين لهناك وتفتهمين ما سووا لك شيء ترجعين للوثبة على أستاذ حسام تصعدين علي وتتواصلين وياي وبخدمتك. وين القاك وين القاك يا يمه؟ اخذ رقمي امي اخذ رقمي هذا رقمي ياسر مصطفى يمي القاك اخذ رقمي. شلونك؟ شلونك حبيبي شلون؟ تعال حجية تعالي شلون؟ يا تفضل ها بابا حبيبي انا نظري شي يوم يروح للوثبة ويوم لهنا نرجع تعبد بهاي الجنسية اللو اقول هوية الاخ يوم يطلعون لك قال من الشهر 12 لسه تبديل هوية طلعونا من الشكل كل يوم يطلعون لنا شيء. ايش ينطبق عليهم يا مثل؟ شمد مني ها؟ ما تجي من ما رحت جيتي كل شيء ماكو. يقول حلاق فتاح بقرع استفتح كل شيء ماكو. نروح ونجي كل شيء ما حصل. شلون هوية ذولا؟ هذا اللي يفعلها هو كله من بقرع استفتاح. هي دقيقة ترى خمس دقائق ماكو يكملها فعلها بنفس اليوم هو. بس هو هذا اللي يفعلها هو قسمان يومية هي شو على روح استلم وكذب. زين؟ هو هذا اللي يفعلها. ايش سوى بيها؟ ها؟ هذا يقول يقول فلعن الله بطنا حملته وكلبا نتله. كل من يأذي العالم ايش يسوي بالعالم؟ نص 12 هسه يومية تاكسيات روحوا تعال واشكال راح نخلي فلوس اجل من هاي. تعال عمو تعال. ضانا اغرى من الهوية. شوف هاي الهوية اللي اخذنا تعال بدلها يقول لنا هاي الهوية. مو دزيتكم؟ اي احنا لو نقول راح. استاذ حسام دزيت لك رقم استاذ حسام حبيبي. عيني. دزيت لك رقم على المسج حتى نعرف شنو سبب استقطاعه. تمام. اذا امكن بانه حتى تعطيني جواب عليه يمك الرقم على المسج. تمام انتظر تليفونك شكرا. انت عمو مو دزيتك اي احنا شنو نقول تعال روح لي بدل هوية اللوك يوم يطلعون لنا شكل من شهر 12 هسه يوم لازم شو يسوون؟ كملناها كلها بقت بس التجديد مال الهوية بالعامة؟ اي بالوثبة؟ ايه. روح هسه اصعد من هنا على استاذ حسام. انا هسه تواصلت وياه معاون مدير عام فوت من هاي الباب اصعد على الاستاذ حسام فوت عليه قول له ياسر دزنا توكل بالله توكل بالله هلا بك هلا بك باب هلا بك اي وياك يمك مصطفى يمك مصطفى شلونك حبيبي ياسر؟ والله اكو موضوع على العماله البنغلاديشيه
اللي ترسل العراق. كل دولة تنظم قانون العمالة الأجنبية بقانون زين. احنا لا شغل لا عمل، وضع تعبان، اقتصاد تعبان، شغل ماكو، عمل ماكو، ناس بطالة عطالة. الشاب العراقي يطلع على 1000 و2000 و5000 يحصله، والبنغلاديش تارسين المستشفيات والدوائر والمؤسسات والمحلات والأسواق والفنادق بعد بس بالبيت والبيوت ورواتب خيالي 400 دولار، والعراقي يطلع على 1000 و2000. منو مسؤول على هذا؟ هذا مو تدمين للشباب العراقي؟ الخريج يدرس 16 سنة ويتعبون عليه أهله، وآخر شيء لو يفتح له شمبار، لو يبيع جقاير، لو يدفع له عربانة، لو يشتغل عماله، ويجي البنغلاديش اللي مسيطر على الاقتصاد العراق 400 دولار كل عام البنغلاديش، مو الأولى العراقي بيه الشاب العراقي يبيع له صندوق ماي لو يطلع له عربانة؟ منو مسؤول عن هذا؟ هذا مو دمار للشعب العراقي؟ مو دمار للشباب؟ الطينة هاي اللي وراها المافيا السياسية، مافيا الفساد اللي انتو تتحكمون، انتو تتحكمون هذا الملف، انتو مافيا الفساد، مافيا الفساد اللي تتحكمون مسؤولين عن دمار الشباب العراقي. شنو الخريج يدرس 16 سنة وتالية متالية يتظاهر بالحر والشمس والبرد وما إلى تعيين ولا إلى عمل؟ هسه لا حصل تعيين بالحكومة ولا بالقطاع الخاص. منو مسؤول على هذا الملف؟ وزير الداخلية مناشدة إليه، وزير العمل مناشدة إليه، عالج ملف العمال البنغلاديش، خرجوه من البحر وابن البلد يستفاد، الشاب العراقي يستفاد. كل وين ما تروح بنغلاديش العراقي ما يشتغل، البنغلاديش ما يشتغل. ما في الفساد شو وقت نخلص منها؟ الوجوه الكالحة فازين وحرامية ونشالة. بس اسمح لي استاذ حسام عيني. الو استاذ حسام. نعم استاذ حسام. بالنسبه للمتقاعد سعد حسن كاظم. نعم. وافق شهري 500,000 دينار. نعم. تعال عمك. راتب تقاعدي رئيس عرفة شرطه. نعم رئيس عرفة شرطه. 1,000 دينار. نعم. ماخذ 1,000 دينار. نعم. هاي تعتبر مصروفين. نعم. الشهري 171,000 دينار. نعم. مثل ما نوهت لك بالاتصال الاول. نعم. اكثر من 50% من راتبك تقاعد وهذه الحكومه. نعم. صح. ديون هذه تحتوي من ديون الحكوميه. نعم. ما في دفع ربعي لراتب احنا، باقي طاقه فلوس 329,000 دينار. نعم. بعد ما وصل مولي حقنا. نعم، نعم استاذ حسام. انا اشكرك. تمام هسه عرف شنو السبب مال الاستقطاع. تمام هسه عرفنا. انا ممتن لك. شكرا شكرا جزيلا استاذ حسام. حياك الله استاذ حسام، معاون مدير تقاعد دائره تقاعد الوثبة. عرفت شنو سبب هسه الاستقطاع؟ يعني مطيني ذاك الشهر 327 عمو. لا هسه انت ماخذ سلفتين، دي يستقطعون لان ماخذ سلفتين حبيبي انت. اي مو يبقى عندي 147 من راسي. اي هو يقول لك يبقى. اي ما باقي هذا ولا فلس استلم. استاذ ياسر ما باقي. استاذ هاني هم هذا 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 الشريط مالي. لا ما باقي هم قاطعين. الزم عيسى يطلع لي رفض. لا يجوز ما باقي. حبيبي اصعد هسه الاستاذ حسام. شوف اصعد هسه الاستاذ حسام. خلي يوضح لك الصوره. اصعد له من هاي الباب للمعاون المدير عام. خلي يوضح لك الصوره. اي يماي تعالي. اكو ناس استلمت وناس ما استلمت، وهسه ناس استلمت 400 قام يستلمون. أي. يعني استلمنا 100 و120 اكو بيها استلمت واكو بيها ما استلمت. أي. وهسه جايه 100 يعني جاي يعطون 400 و300 واحنا يعني ما استلمنا. ايش قد انت لازم تستلم؟ استلم لازم انا 120,000. ما اعطوك؟ ما اعطوني. ليش؟ ما ادري والله. يعني جت رساله بعد رساله وماكو. مره واحده ماكو لا مره حتى المره ما استلمت. اي حتى المره ماكو. يعني ماكو مو بس انا، هاي عالم زين. ولا صاحب استلم ولا صاحب استلم. شر البلية ما يضحك. ولا مره مستلمها طلع للمسكين. استلم صاحبي 150 وهسه البارحه استلم 400 مستلم. زين يوصل صوتك. رحم الله والديك. صدق على الفيس. صار عمو صار. شلون؟ على الفيس. ايه قلت لك هاي هديه ما جهدك. هاي شنو هاي؟ هديه نظاره. انت يعني انت جايبها؟ ايه. يلا اشكرك. لا زين هاي 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 انا مو بس تشتغل لنا، مو بس تشتغل لنا، احنا بنشتغل لك. اشكرك اشكرك حبيبي اشكرك.
بس اني هاي 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 اخذها انت هاي مني لك. لا 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 لك والله ميسى ميسى انت اخويا الكبير ميسى ما بتتعبني. يلا الرسول ما رجع الهديه ما رجع عمو لا وين مصطفى تعال مصطفى تعال انا اشكرك حبيبي شكرا 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 عمو خلي اشوف اشوف اختنا تفضلي قولي شلونك ياسر قولي امي امي ارملي صار لها 5 سنوات لا راتب ولا كل شيء عندها وعدها اخويا معاق بلاتين كله ايده يعني هسه تبيع جقاير بالخلان تقعد تعال المغرب وشوف تقعد بالخلان تبيع جقاير هاي امك هاي امي زين يعني وين العراقيين وينهم وين الشرطه وين الجيش وين الوزاره يعني ليش مره ارملي يعني بكان ما يطونها بيتي يقعدوها يسووا لها راتب يعني مرة كبيرة تبيع الدقائر بالقلانة تقعد والله العظيم قال لك كلها شاهدة علي وتروح وياي هسه وتسأل الجيش تقولهم المرة تبيع الدقائر هنا بالقلانة راتب ما عندها صار 5 سنوات كل ما تروح يقولوا لها السنة تجي السنة تجي السنة تجي وعدها النساية 3 وأني وجهالي ورجلي مريض مريض جلطة عديها ما عليها هاي كلها هي تعيشكم؟ كلها هي تعيشنا وابو الكهرباء 75 ايجار 250 والله العظيم وعندي وليد اخرس وهم بيه ربو وحالته فدنا انت عندك تليفون؟ انا عندي تليفون انا اسوي لها الراتب صار انا اسوي لك انا صار تعال مصطفى روح روح يا مصطفى روحي صار صار هذا اخر متحدث لان لازم وراها اختم يخليك عمو باختصار لازم اختصار 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 ايه. تفضل بسم الله الرحمن الرحيم صدر قانون التقاعد الموحد رقم 9 سنة 2014 فيه بعض الفوارق منها مثلا عدم احتساب الشهادة لخريج دراسة الإعدادية في حين بالوظيفة كان ياخذون هاي وحدة ثانيا اللي طلعوا قبل 1/1/2014 عنده خدمة 40 سنة 45 سنة ما أخذ المكافأة ثلاثة اللي أخذ راتب تقاعدي مثلا 600-700 ما يحسبوا له مخصصات الزوجية والأطفال في حين هو ماخذها عن خدمة وعن شهادة فليش ما يحسبوا له الزوجية والأطفال في حين اللي أقل من 500 يحسبوا له العفو إذا أسمح لي عمو هسه أنا بعد ما أقدر أسمعك أكثر سمع ذن الملاحظات خل أخذ الحجي ماكو بعد ما أقدر راح أختم باختصار عمو شهيد عسكري من 2007 لا حقوق لا قاع لا كل شيء من 2007 صارت 13 سنة راجع ألقى أمان ما وزعنا وما انطينا واسأل وشوف هسه عمو نسأل هسه أسألك هذا الموضوع صار نواجه الرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أنه أرد أشوفه وقابله يعني أحكي وياه إن شاء الله يا صاح إن شاء الله يا صاح السلام عليكم أنا المواطن باختصار أريد أختم يا الشعب العراقي خلي يعطي مجال الكاظمي شوية خلي يعطي مجال مو فوقه فوقه تعيينات تعيينات شوية طول مجال هي الميزانية خاوية الكاظمي شو يسوي لكم ما تقول شو يسوي لكم شوية من كان المالكي من كان العبادي من كان عادل زوية شو ما حد ما يطلع هسه شفتوا الرجال يلبي طلباتكم يومين سادين الشوارع المظاهرين على عيننا وراسنا بس شوية طول مجال للكاظمي والشعب كله ترى الكاظمي ترى ما طول قاعد تمشي بخطوات عدلة الشعب هي شي رئيس وزراء بطل ما يخاف احنا وياك كلنا وياك حتى اطفالنا وياك حتى اطفالنا ولدنا كلنا وياك الشعب العراقي كلنا وياك ما طول قاعد تمشي بالمسار الصحيح احنا وقت ان شاء الله نبقى بالمسار الصحيح ان شاء الله ان شاء الله حياك الله تحياتنا للكاظمي مشاهدينا من وسط ساحه الوثبه كان معكم برنامج الرشيد والناس انتظروني غدا ان شاء الله بحلقه جديده اترككم بامان الله.